شنقول لكم، واحد المباراه اليوم كانت امام واحد خصم قوي اللي هو كاكاب مراكشي، حتى هو كان مجم واحد السلسله ديال الانتصارات، ماشي في واحد خط تصاعدي. الشوط الاول كنا في واحد المستوى كبير دفاعيا هجوميا. بدايه الربع الثالث كان واحد شويه ديال العياء عند اللاعبين، فريق اللي خلى الفريق كوكب مراكش يرجع في مقابله. حاولنا نقوموا بزاف ديال التغييرات باش نحافظوا على الايقاع، ما توفقناش في بعض الفترات. من بعد في الربع الرابع حاولنا نبقاو محافظين على النتيجه ديالنا ونخرجوا باقل الخسائر من ناحيه الاصابات، حيت كان عندنا واحد اسبوع ديال استعدادات المقابله صعب جدا. كان عندنا بزاف ديال اللاعبين مصابين، استرجعناهم في اخر يومين من قبل المقابله، الشيء اللي خلى نظهروا بواحد مستوى. في الشوط الثاني كان العياء على اللاعبين بان علينا، ولكن الحمد لله على الانتصار. كنهنئ جميع اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم وامنوا بالحدود ديالهم، واللي كيهم هو الانتصار واستعداد لمرحله البلاي اوف ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.